واصلت قوات الجيش الوطني تقدمها في محافظة أبيان وسط تراجع مستمر لميليشيا المجلس الانتقالي الإماراتي. وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش الوطني أحكمت السيطرة على معسكر الطرية في مديرية زنجبار مركز محافظة أبيان ودحرت عناصر الانتقالي من المنطقة. وأضاف المصدر أن ميليشيا الانتقالي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد العسكري، كما بدأت مجاميع مسلحة من الميليشيا بالفرار نحو العاصمة المؤقتة عدن، مخلفين وراءهم الكثير من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية. نحن الآن متواجدين في معسكر الطريح. الحمد لله تمت تأمين الموقع، وهم متجهة باتجاه زنجبار وباتجاه الزفلت. بإذن الله الأمور تمام، خلال الساعات القادمة تستكمل. الحمد لله هذا لطقم قيدناها على الواء ثالث دعم وسناد، ومتجهين عدن. رسالتنا إلى أخواننا الذين في الجنوب أن يوقفوا بجنب الجيش الوطني، ونحن قادمون بدعم من الرئيس عبد الرب منصور هادي.